شكراً حماة الوطن، إنه الهاشتاغ الإماراتي الذي عاد للواجهة بقوة مجدداً في خضم الحرب التي يخوضها جنود الإمارات المشاركون في عملية عاصفة الحزم في اليمن ضد الإنقلابيين الحوثيين، ليتحول الهاشتاغ من إماراتي محلي إلى عربي قومي يتضمن فيه المغردون العرب مع جيوش بلدانهم المشاركة في المعركة، داعين لهم بالنصر وبالعودة سالمين. إلى ذلك، لا تزال هاشتاغات عاصفة الحزم تلقى نشاطاً، إذ يتداول المغردون خلالها أحدث تطورات المعركة وتداعياتها، محذرين من حسابات مغرضة عبر تويتر تقوم بنشر صور ومعلومات مغلوطة لقتلى من فلسطين وسوريا وإيهام الناس على أنهم من اليمن. تجولت في إعلام الحوثي وإيران، وجدت كمية كبيرة من الكذب وصل بهم إلى وضع صور قتلى لأطفال ونساء سوريين على أنهم في اليمن وضحايا عاصفة الحزم. وفي تويتر العربي يتفاعل المغردون عبر هاشتاغ جديد بعنوان أرضنا وإليها نعود، والذي أطلق إحياءً للذكرى 39 ليوم الأرض الفلسطيني، والذي أصبح رمزاً لصمود شعب فلسطين في وجه سياسات التهجير والتهويد. وهي المناسبة التي استغلها الإخوان وأنصار حزب الله لشن هجوم على عملية عاصفة الحزم في اليمن بحجة تخاذلها عن فلسطين، في مقارنة خبيثة تسعى لتشويه العاصفة العربية التي بعثرت مصالحهم على ما يبدو. اسم فلسطين حاضر دوماً للتعلل به واستخدامه حسب الحاجة، فبواسطته يمكن الالتفاف وتشتيت الانتباه، وكأن من يتشدق به يعبأ أصلاً بفلسطين. الإخوان يقولون وين عاصفة الحزم من فلسطين؟ هذا السؤال واجهناكم فيه في 2011، وين كنتوا عن فلسطين يوم اشعلتوا ثورات الخراب العربي؟